بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حكاية جديدة بقلم الكاتبة المبدعة ريهام بدوي. يلا نبدأ ونقول بسم الله. سالم بيكلم مراته وبقول: هي زهراء اهدي حبيبتي، ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوليه ده. عايزانا اروح اقوله ان انا عايز فلوس يا بابا عشان خاطر هتدي اخويا؟ ازاي يعني؟ فهميني يا زهراء، تيجي ازاي دي؟ ما انا ابويا على طول بيديني فلوس. هو انا يعني اول ما اشوفه بيدي اخويا حاجة لازم اطلب منه؟ زهراء بحد حطت ايدها في وسطها ورفعت حاجب ونزلت حاجب وقالت: اه يا حبيب قلبي زهراء، تروح تقوله انا عايز فلوس؟ تروح له وتعرفه احنا عايشين ازاي؟ ولا مرتبك اللي لا بيقضينا ولا بيكمل معانا لاخر الشهر؟ هو فيه ايه يا راجل؟ حلال فلوسه لاخوك ومراته الغندورة وحرام علينا ولا ايه؟ يا راجل عيب عليك، ده انت يعتبر مجوعنا ومعرينا، ولولاش انا بس بنت ناس وبنت اصول كنت فضحتك انت وابوك وخليت اللي ما يشتري يتفرج عليكو. عيب عليك يا زهراء الكلام ده، ما انا ابويا وامي برضو بيدونا فلوس ياما، وكل يوم امي بتطبخ تحت وبتطلع لنا صينية الاكل من اللي هي عاملاه، سواء كنا احنا طبخين ولا لا. وبعدين انت ناسية ان مصاريف مدرسة البنات والدروس الخصوصية بتاعتهم ابويا هو اللي بيدفعها، واحنا مصطورين ومصطورين بالقوي كمان يا زهراء. يعني عيب عليا ان اروح امد ايدي لابويا واقول له زي ما طلعت اخويا شهر العسل تديني فلوس؟ يا زهراء عيب عليكي. لا والله، هو انت يا راجل مسمي شوية الفتافيت اللي احنا بناخدهم دول من ابوك فلوس؟ لا يا حبيبي، دول ما يتسموش فلوس ولا يعرفوا حاجة عن الفلوس. انا يا حبيبي مش شايفة يعني ان ابوك مقصر مع اخوك في حاجة؟ يا راجل فوق لنفسك كده وافهم، هو انت مش شايف اخوك من ساعة ما اتجوز اداله فلوس قد ايه؟ ايش يروح يعمل شهر العسل في شرم الشيخ؟ ايش يجيب له تكييف هو والعروسة؟ هلا وايه، مرات اخوك المسهوكة اول ما تليفونها وقع واتكسر ابوك جري جاب لها تليفون تاني، تليفون يا راجل من ابو تفاحة. واحنا يا مولانا كما خلقتني ما نحتكمش على اي حاجة. اسمع يا سالم، زي ما هما بياخدوا احنا لازم ناخد، يا اما اقسم بدين الله اسيب لك البيت وامشي. وانت عارف بقى يا سالم، انا لو مشيت البنات هيضيعوا ويتبهدلوا ويتشحططوا، ويبقى شوف بقى يا عينيا مين هيقدر يتصرف معاهم، مين هيذاكر لهم وياخد باله من تعليمهم، ولا تمشي شغلك وتسيبهم لوحدهم ازاي في البيت؟ بقولك ايه، انا طفحة الدم معاك انت وبناتك، زي ما ابوك بيدي لاخوك ومراته انا اخد واكتر كمان. انا عندي من الدنيا تلات بنات، انما اخوك يا اخويا لسه عريس، لا فيه عيل ولا تيل. يعني ابوك وامك يحطوا في عينهم حصوة ملح ويصرفوا علينا، يا كده يا اما فضحتكوا هتبقى بجلاجل. يا شيخة حرام عليكي، هو انت ايه بتمسكيني من ايدي اللي بتوجعني يا زهراء؟ عشان عارفة ان انا بحبك ومقدرش استغنى عنك لا انت ولا البنات. عايزة تمشي يا زهراء وتسيبي البنات يتبهدلوا؟ هو في ام في الدنيا تقول كده؟ يا زهراء عيب عليكي، ده كل الستات حتى لما بتزعل بتاخد عيالها معاها، انما انت قلبك قاسي عايزه تمشي وتسيب العيال يتبهدلوا ليه كده بس يا بنت الناس؟ بقول لك ايه يا سالم، انا لا بمسكك من ايدك اللي بتوجعك ولا اي حاجه. انا يا حبيبي لما بقول لك عايزين نتستر ونستر بيتنا، عايزه يكون عندنا زي اللي عند اخوك عشان خاطر البنات، عشان خاطر ما يبصوش ليهم ولا يبقى حد احسن منهم. يا حبيبي فكر فيها، احنا لازم ناخد برضو، اصل مش اخوك لوحدك اللي هيكوش على الليلة، وبعدين ده لسه متجوز لحيلتهم عيل ولا تيل، عايشين حياتهم لنفسهم بالطول والعرض. ده غير طبعا انها بتاكل وبتشرب مع امك تحت وبتعمل ان هي الشاطرة. لا يا حبيبي، هو اخوك ومراته ليهم السراير واحنا لنا النوم على الارض. بقول لك ايه يا سالم، انا قلت لك الكلام اللي عندي وانت فكر فيها كده وعقلها، وهتعرف ان زهراء حبيبتك عايزة لك الخير والمصلحة. يا سالم انا بحبك وبحب بيتي وبناتي، انما لما اشوف مرات اخوك داخلة تدحلب على امك دي كل يوم من الساعة 8 تنزل قال ايه تنظف البيت لامك وتجهز الفطار وتطبخ، طبعا عايزة توفر طاقة الفطار والعشاء،
وطبعا عايزة تاخد أمك وأبوك في عبها وتحت باطها، ما أنا عارفة صنف الحريم ده ما يجيبهاش البرة أبدا. ومشيت زهراء بعد ما بخت سمها كله في ودانه، وفضل سالم يفكر وبقول لنفسه والله معاها حق، أنا لازم أخد من أبويا مش عشان خاطر نفسي، لأ عشان خاطر البنات وعشان خاطر أتساوى مع أخويا. ما هو طبعا المساواة في الظلم عادلة على رأي زهراء. وتاني يوم كانت لبنى العروسة الجديدة بتنظف البيت، وحماها وأخو جوزها وحماتها قاعدين. نزلت زهراء ومعها طبق في كيكة، ادت لحماتها زهراء وزعت الكيكة على الكل، بس لبنى مرضتش لا تعزم عليها ولا حتى تبص لها، وتعمدت انها تتجاهلها قوي. طبعا لبنى بصت لحماتها وقالت في ايه يا حماتي، هي زهراء ما عزمتش عليا ليه؟ ولا تكونش قصده تجرحني بالتصرف الغريب ده؟ هي عزمت على الكل وما عزمتش عليا، ولا تكون ما شافتنيش مثلا؟ حما اسمها الحاجه مديحه وكانت ست طيبه جدا، طبطبت عليها وقالت ما تزعليش يا بنتي، انت لسه اصلك ما تعرفيش اسلوبها وطريقتها، زهراء دي احنا ماشيين معاها كده على حسب دماغها، دماغها حلوه بنكون حلوين، وحشه بنسكت وما بنتكلمش. كل ده يا بنتي عشان خاطر سالم ابني، هنعمل ايه؟ مخها على قده، ويوم تبقى حلوه وزي الفل، ويوم تبقى العفاريت بسم الله الرحمن الرحيم بنتنطط قدام عينيها. اتنهدت لبنى وقالت ماشي يا طنط، هستحمل عشان خاطرك، انا بصراحه ربنا لا عايزه مشاكل في البيت، ولا عايزه ازعل من حد، ولا حد يزعل مني، ولا اي حد يقول ان انا عايزه اعمل مشاكل، يلا ربنا يهديها. الحما طبطبت عليها تاني وقالت الله اكبر عليكي يا حبيبتي، ربنا يكملك بعقلك يا بنتي يا رب، وربنا يهدي زهراء مرات ابني، ربنا يهديها يا بنتي، والله يا ما عملت مشاكل، بس هعمل ايه؟ مستحمله عشان خاطر ابني، مش حابه اعمل مشاكل ولا نكد عليه، ده طول النهار شقيان في شغله، معقوله يعني هيجي من شغله شقيان اقول له انا مراتك عملت وسوت؟ معلش يا بنتي، ربنا يهديها باذن الله. زهراء طلعت من المطبخ وبصت ليهم ببرود، وبعدين خدت بعضها وطلعت شقتها. لبنى ما اهتمتش للي حصل ورجعت تنظف البيت تاني. جت اسماء جارتهم وتبقى بنت خالتهم وقالت السلام عليكم، ازيك يا خالتي، اخبارك ايه، واخبار عروسه ابنك الحلوه ايه؟ لبنى طلعت من المطبخ وقالت هو والله انت اللي حلوه يا اسماء، ايه يا بنتي من يوم الفرح ولا شفناكي ورحتي وقلتي عدولي، هي الست دي مش خالتك ولا ايه؟ يعني المفروض انك كل يوم والتاني تيجي كده تطل علينا. الحمد لله يا حبيبة قلبي، ازيك يا ست العرايس، معلش بقى العيال مغلبني والله، والله يا لبنى حتى ما بفضى ادخل الحمام، المهم انت يا عروستنا الحلوة قوليلي عاملة ايه كده، ده انت منورة الشارع كله. ربنا يخليك يا حبيبتي، بس انا طول النهار قاعدة لوحدي، وحماتي بتصلي العشاء وتدخل تنام، وجوزي بيجي الساعة 12 بالليل، بكون مستنياكي تيجي تقعدي معايا شوية. والله يا لبنى يا حبيبتي بيبقى نفسي اجي، بس اعمل ايه، ما انت عارفة سلفتك، لما بتنزل وتلاقيني بتعمل مشكلة، ودايما تقول ان انا وخالتي بنتكلم عليها، فبصراحة ربنا بقى انا ما بحبش قالوا قلنا دي، ولا بحب المشاكل، بجيبها من قصرها واقعد في بيتي. اسكتي يا اسماء، يا ريتها ما تنزل اصلا ولا تيجي، دي يا شيخه مش مبطله انها تحرق لي دمي، اسلوبها وطريقتها حاجه صعبه قوي، يعني عارفه دلوقتي دخلت بطبق كيكه عزمت على الكل الا انا، ساعات تتعامل معايا كانها شايفاني وبتحبني كمان، وساعات تانية تتجاهلني خالص، مش عارفه هي بتعمل كده ليه، مش عارفه اصلا هي دماغها فيها ايه، زي ما يكون كده فيها فيران وبتجري ورا بعضيها. معلش يا لبنى، هو انت لسه شفتي حاجه؟ زهراء طول عمرها كده. طب عارفه جوزك كان خاطب واحده قبل كده من الشارع، فضلت وراها تطفش فيها لحد لما فشكلت الجوازه، البت كانت مضغوط على اعصابها قوي ومشيت، وبرضه نقول ايه كله نصيب. وانت يا حبيبتي من يوم ما جوزك خطبك واتكلم عليكي والنار قايده فيها. بقول لك ايه يا لبنى، خليكي عقله واسمعي كلام خالتي مديحه، وقولي كده لزهراء بيني وبينك ربنا، ابعدي عن الشر وغني له زي ما بيقولوا،
استحملي يا حبيبتي عشان خاطر الظروف بتاعتها، اصل زهراء هدفها في الاول والاخر انها تعاكنن على البيت كله، وبتمسك جوزها من ايده اللي بتوجعه وتقول له قال ايه ان احنا مخلفين 3 بنات والكل بيكرهنا وجاي علينا. وللاسف سالم جوزها بيحبها قوي وبيسمع كلامها، واحنا كلنا مستحملينها عشان خاطر سالم مش اكتر. عندك حق يا اسماء، عمي سالم مؤدب جدا وطيب قوي وغلبان، وكمان الجماعه هنا حلوين قوي فيا، ده الكل بيتمنى لي الرضا ارضى، وانا بصراحه ربنا ما دام هم حلوين معايا ما تهمنيش زهراء اصلا. بعد ما اخدوا قعدتهم والضيفه مشيت، طلعت لبنى شقتها علشان ترتاح شويه قبل ما جوزها يجي من الشغل وتنزل تحط له الاكل، لكن في اطراف تانيه ليها راي تاني في الموضوع، وهم بنات زهراء التلاته طلعوا على لبنى على شقتها وبدات نفس الاسطوانه اللي بيعملوها كل يوم، يقعدوا يخبطوا ويطبلوا على الباب لحد ما بتفتح لهم، يدخلوا يلعبوا جوه ويشدوا الروج والحاجات اللي على التسريحه وبهدلوا لها شقتها. بناتها ما كانوش صغيرين، دول كانوا في اعدادي وفي ابتدائي يعني كبار وفاهمين كل حاجه. وفجاه تليفون لبنى بيرن، وكانت حماتها اللي قالت ايه يا لبنى يا حبيبتي لو ما كنتيش نمتي انزلي يا بنتي عايزاكي ضروري. حاضر يا طنط هنزل على طول. يلا يا بنات تيتا تحت وعايزانا، يلا يا حبايبي ننزل وبعدين نبقى نطلع نطفي على الكيكة اللي انا عاملاها. لا يا طنط احنا مش نازلين، انزلي انتي واحنا هنلعب هنا، ماما قالت لنا العبوا في شقة عمكو، لو ما كناش نلعب في شقة عمنا يعني هنلعب فين؟ بقولك ايه يا جنى يا حبيبتي عشان خاطري انتوا بتبهدلوا البيت، احنا ننزل نلعب شوية عند تيتا وبعد كده وانا طالعة اطفي على الكيكة هجيبكم معايا. يلا يا حبيبتي كده. طيب يا طنط لبنى احنا هننزل معاكي بس اعملي حسابك هنطلع معاكي مرة تانية. ماما قالت لنا العبوا عند طنط لبنى لحد لما تحبوا تناموا وبعد كده ابقوا تعالوا، وكلام ماما لازم يتنفذ وبالحرف الواحد كمان. لا والله يعني مامتكو قالت لكم تلعبوا هنا، طب ما تلعبوا في شقتكو، او لو حابين تلعبوا هنا يبقى مفيش بهدلة. على فكرة بقى انتوا كبار وعرايس يعني المفروض اصلا تساعدوني في شغل البيت مش تيجوا تبهدلوا الدنيا كده. لا 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 يا طنط لبنى هو احنا اصلا بنساعد ماما، دي ماما على طول تقول لنا انزلوا بهدلوا تحت، انما عندي انا مفيش بهدلة، وزي ما قلت لحضرتك كلام ماما لازم يتنفذ بالحرف الواحد. واخيرا لبنى اقنعت البنات انهم ينزلوا معاها، لكن اول ما نزلت لقت سلفتها واقفة ومعاها هدوم مبلولة وعمالة تعيط وبتقول اهلا اهلا يا ست هانم ليه بتعملي كده، اخص عليكي وانا اللي بقول عليكي اختي وسلفتي وحبيبتي، وما صدقت حد يجي البيت يسليني ويملى عليا الدنيا، اتفضلي بقى يا حماتي هاتيلي حقي منها، مرات ابنك عاملة فيها عروسة جديدة وبتكب مية مش نظيفة على هدومي من فوق. في ايه يا زهراء يا حبيبتي انت مالك متعصبه كده، وايه الهدوم المبلوله في ايدك دي، انا مش فاهمه اي حاجه والله. هلا والله ايوه يا اختي اتمسكني اتمسكني، ما هو يعملوها ويخيلوا، اتفضلي يا حماتي شوفي مرات ابنك الدحلابه اللي عامله نفسها حنينه ورقيقه وبنت اصول، يعني انت يا ست لبنى مش كبتي ميه مش نظيفه على هدومي، هدومي اللي ناشفه اللي انا داخله اجيبهم ويا عالم الميه دي معمول فيها عمل ولا فيها ايه؟ بص عليك يا زهراء ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طب والله العظيم ابدا انا حتى لا غسلت ولا نشرت النهارده، كمان بقالي يومين ما غسلتش ولا نشرت ولا دخلت البلكونه، وبناتك كانوا قاعدين معايا فوق وبنعمل كيكه، صح يا بنات؟ البت جانا ردت وقالت مش عارفه بصراحه يا طنط انت عماله تطردي فينا وتشتمي فينا وتقولي لنا انتوا قلالات ادب ومامتكو مش ربتكو وانزلوا العبوا تحت وبهدلوا الدنيا عند تيتا، صح؟ لا يا جنى عيب عليكي كده، هو انت بتكذبي؟ ما تعرفيش ان اللي بيكذب بروح النار ولا ايه؟ نعم نعم يا ست لبنى انت قصدك ايه يعني؟ قصدك ان بناتي مش متربيين ولا ايه؟ لا يا حبيبتي ده انا بناتي متربيين احسن تربيه، بصي لنفسك كده وقفي معهوجه واتكلمي عادل. هو والله العظيم يا حماتي ما عملت اي حاجه، زهراء بتتبلى عليا والمصيبه الاكبر بناتها، والله العظيم ما طردتهم ولا قلت لهم اي حاجه ولا دلقت ميه عليهم، زهراء
بقولك ايه، بلاش الاسلوب ده لو سمحتي. والله العظيم ما حصل اي حاجة، انا مستعدة اجيب المصحف واحلف عليه كمان. خلاص يا لبنى، خلاص يا زهراء، خدي الهدوم وعصريها وحطيها تاني على المنشر، يمكن يا بنتي حد من الجيران كب مية ولا الدنيا حتى تكون مطرت. جايز كل حاجة. بقولك ايه يا لبنى، اطلعي شقتك شوفي اللي في ايدك، وانت يا زهراء خدي بناتك وادخلي شقتك واقفلي على نفسك، انا مش عايزه مشاكل وحوارات. عيب عليكم يا بنات، الرجاله زمانهم جايين طافحين الدم، كل واحد فيهم عايز لقمه ياكلها. زهراء رامت الهدوم المبلوله في الارض وطلعت وهي عماله تبرطم، اما لبنى فاتكلمت وقالت: قسما بالله انا ما عملت اي حاجه، انا اصلا ما نشرتش بقالي يومين ولا غسلت هدوم ولا طلعت البلكونه. والله العظيم يا طنط زهراء كذابة كذابة، وبناتها كذابين كمان. حاجة مديحة اتنهدت بقلة حيلة وقالت: لا حول ولا قوة الا بالله، والله عارفة يا بنتي، عارفة انك ما عملتيش حاجة، والعيب والأسى منها، بس هقولك ايه، هي زهراء كده لو ما لقيتش حاجة تاكل فيها بتاكل في نفسها، عاملة زي النار يا بنتي، لو ما لقيتش حاجة بتاكل نفسها لحد لما تبقى رماد. هنعمل ايه يا بنتي، نصيبنا واسمتنا، وانا قلتلك ان احنا مستحملين عشان خاطر عيون سالم ابني، غلبان وطيب واللي في ايده مش له. طب ودي حلها ايه بقى يا حماتي، دي اسلوبها وطريقتها مش ناوية تجيبها على خير ابدا. معلش يا بنتي، الحل الوحيد ان انت تجاهليها خالص وتسمعي من ودن وتطلعي من التانية عشان خاطر الامور تمشي، وانا هتكلم مع جوزها واخليه يبعدها عنك حبتين. يا رب يا حماتي ربنا يهديها وتبعد عني فعلا، لاني بصراحة ربنا مش مطمنة للقعدة مع زهراء. طلعت زهراء على شقتها كانت متغاظة قوي، هو قالت: اه يعني يا متغاظة، دماغي هتفرقع، العملة اللي انا عملتها دي مش هدتني ولا خلت الولية تقوم ترقعها قلمين على وشها، اعمل ايه يا ربي اعمل ايه. ايوه انا اتصل على البت سوزان اختي، اهي حرباية وطول عمرها توقع الناس في بعضيها وتطلع منها زي الشعره من العجينه، اما كلمها يمكن تلاقيني خطه ما تخرش الميه. وبالفعل زهراء اتصلت على سوزان اختها، وسوزان اختها بعد ما سمعت العمله الخايبه اللي عملتها زهراء ردت وقالت: يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك يا بت العروسه لسه جديده والغربال الجديد له شده، وحماتك بتحبها خصوصا زي ما انت بتقولي، بتنزل كل يوم والتاني تجهز الفطار والغدا وتنظف البيت ونايمه تحت رجليهم، انما انت بقى يا حبيبتي مشاكلك كتير ومن زمان كمان. لا يا حبيبتي، ده انا بقى بقول ان انت تطلعها كدابه وتطلعها حربايه كمان، يعني اضربي من تحت الحزام. بقولك ايه يا بنتي يا زهراء، العروسه الجديده جايبه فرش ياما، صح ولا ايه؟ اسكتي يا سوزان يا اختي، لو شفتي الفرش والجهاز اللي امها جايبه لها هتموتي بحسرتك. دي البت جايبه قال ايه يا اختي، عجان بالكهرباء وفرن بالكهرباء ومضرب بالكهرباء وغساله اطباق، دي جايبه يا اختي مكوه بتكوي الهدوم وهم واقفين على الشماعه. ايش ايش ايش، طب ايه رايك بقى يا زهراء يا حبيبتي ان انت تبوظي لها الحاجه دي حاجه حاجه، وان اتكلمت تبقى كدابة وبنت 60 في 70 وبتوقع الناس في بعضيها. بقولك ايه، قولي لها اختي جايالي بكرة وعايزين نعمل شوية كيكة وشوية بيتزات وحلويات وحاجات حلوة، وعايزين منك الخلاط والكبة والعجان اللي بالكهرباء، واظن لو رفضت تزعلي وتتشحتفي وتقولي يا عيني عليا عشان جوزي على قده ومش قادر يجيبلي، ولما طلبت من العروسة الجديدة رفضت، اه يعني يا مظلومة يعني، وكده تكوني كسبتي بنط عليها، وإن اديتهم لك يرجعوا لها متكسرين ومتبهدلين، ولو اتكلمت تبقى كدابة ونصابة ومليون كدابة كمان، وبتعمل كده علشان ما عناش ناخد منها حاجة. إيه رأيك بقى في أفكار أختك؟ الله عليك يا بنتي يا زهراء، دماغك طول عمرها تتقل بدها. خلاص يا حبيبتي، وانا هروح اصالحها دلوقتي لاني لسه مدياها من المنق خيار، وبالمره كمان اقعد مع حماتي واكسب ودها عشان لما يحصل بكره المراد محدش يقدر يقول تالت ولا متلت. يلا يا زهراء يا حبيبتي سلام، مستنياكي بكره، اوعي ما تجيش. بالفعل نزلت زهراء علشان تصالح حماتها، وطلعت كمان شقه سلفتها
وشربت معاها الشاي ولودنا طيبة جدا وغلبانة سامحتها على طول وقالت المسامح كريم. وطبعا تاني يوم جت سوزان أخت زهراء علشان إيه؟ علشان ينفذوا الخطة بتاعتهم. طلعت زهراء علشان تستلف الحاجة من لبنى وقالت صباح الخير يا لبنى يا حبيبتي، والله جايالك كده بدري وش منك في الأرض، أصل سوزان أختي جايالي النهاردة علشان يعني تعمل لي شوية كاب كيك وبيتزات وشوية حلويات كده للبنات، حاكم زهراء أختي شاطرة قوي، لكن بقى بتقولي ما بعرفش أعمل حاجة عندك لأن الخلاط بتاعي بايظ وما عنديش كبة ولا عجان بالكهرباء، فبصراحة ربنا جايالك وأنا وشي منك في الأرض، جاي أستلف منك شوية حاجات كده، ويا رب بس ما تكسفنيش، أنا عارفة إن أنت عروسة وحاجتك كمان لسه ما استخدمتهاش، بس عارفة إن أنت مش هتكسفيني أبدا. هلا طبعا يا حبيبتي أكسفك إزاي، دي الحاجة تحت أمرك وإذنك، كل اللي أنت عايزاه اتفضلي ادخلي خديه من المطبخ، إحنا إخوات يا زهراء، والحاجة يا حبيبتي تكفي وتفيض كمان، اتفضلي خدي اللي أنت عايزاه ومستنية ذوق الحلويات اللي هتعمليها. ربنا يخليكي يا حبيبتي، والله شكلك بنت أصول كده وأنا هبدأ أحبك. ودخلت زهراء وخدت الخلاط والكبة والعجان اللي بالكهرباء ونزلت لأختها، أما لبنى فنزلت عند حماتها وجهزت الفطار والغدا، وحماتها بتقول إيه يا حبيبتي ريحة الكيكة والحلويات دي، هو أنت بتعملي حاجة فوق ولا إيه؟ لا يا طنط، دي زهراء عندها أختها اسمها سوزان وجات استلفت مني الخلاط والكبة والعجان اللي بالكهرباء، بتقول إنهم بيعملوا شوية حلويات. الحاجة مديحة اتخضت وضربت على صدرها وقالت هي لهوي، هو أنت اديتها حاجتك؟ آه يا طنط اديتها حاجتي، فيها إيه يعني؟ دي أول مرة تطلب مني حاجة. هي لهوي يا لهوي يا لبنى، ليه يا بنتي كده؟ أكيد زهراء بتخطط لحاجة، بصراحة ربنا زهراء كيالة وما تحبش ابدا حد يبقى عنده حاجه حلوه. يلا يا بنتي لو جاتلك حاجتك متكسره ولا متبهدله استعوضي ربنا فيهم. انت بتقولي ايه يا حماتي؟ لا طبعا مستحيل تعمل كده، هي اتجننت ولا ايه؟ ده انا لسه عروسه وحاجتي لسه ما فرحتش بيها، اكيد يعني مش هتعمل كده ابدا، اكيد يعني هي عاقله وفيها مخ، ربنا يخيب ظننا. بقول لك ايه يا حماتي، انا خلصت الغدا هطلع ارتاح شويه على بال ما جوزي يجي وننزل نتغدى سوا، لو عوزتي مني حاجه ابقي رنيلي بس. طيب يا بنتي ربنا يكملك بعقلك وربنا يجيب العواقب سليمه، قادر يا كريم هي رب العالمين. وهي طالعه على السلم لقت سلفتها نازله وبتقول تعالي تعالي يا لبنى، والله ما انت طالعه شقتك غير لما تدوقي الكيكه اللي انا عملتها، وعلى فكره يا حبيبتي كتر الف خيرك، انا مسحت الاجهزه بتاعتك وحطيتها في الكراتين تاني وحطيتها قدام باب الشقة بتاعتك من يجي اكتر من ساعة، احنا خلصنا بدري قوي. طيب يا حبيبتي تسلم ايديكي، ريحتي الحاجة حلوة، طب ما جبتيش الحاجة هنا ليه بدل ما تحطيها؟ قطة تلعب عليها ولا حاجة؟ والله يا لبنى يا حبيبتي ما قدرتش انزل وانت تشيليهم وتطلعي بيهم تاني، ده انا حطهم لك فوق من بدري ورنيت الجرس عليكي فكرتك نايمة جوه، هتطلعي تلاقيهم قدام باب شقتك، بس اقعدي بقى ذوقي اللي انا عاملاه وقولي رايك. قعدت زهراء هي وحماتها واكلوا الكيكه وشكروا لها فيها قوي، وبعد كده طلعت زهراء ولبنى طلعت وراها، لكن اول ما طلعت شافت صدمه على السلم، شافت الاجهزه بتاعتها كلها متبهدله ومتكسره وكمان مزيته. لبنى بتقول اخص عليك يا زهراء، ايه المنظر ده؟ بقى ده منظر اجهزه؟ يا نهار اسود، ده الدرق بتاع الخلاط مشروخ كده ليه؟ هي لهوي يا زهراء عليكي، لا انا لازم اقول لها ايه اللي انت عملتيه ده، واللي هي بوظته لازم تصلحه. نزلت لبنى تجري على شقه زهراء، واول ما اتكلمت معاها وقالت لها، زهراء كالعاده حطت ايدها في وسطها ورفعت حاجب ونزلت حاجب، هو قالت نعم 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 يا الدلعادي، اجهزه ايه يا بنتي يا ام اجهزه اللي انا كسرتها وبهدلتها، انت جايه يا حبيبتي ترمي بلاكي عليا ولا ايه؟ ده انا حطهم لك من اكتر من ساعتين على قدام الباب، تلاقيكي انت يا حرباويه يا عقربه اللي كسرتي الحاجه وجايه تقولي كده عشان تخليني ادفع تمنهم. لا يا حبيبتي الاجهزه بتاعتك هم اللي خيبانين وما استحملوش الشغل،
تلاقي يا اختي قطه ولا حاجه من قطط الجيران لعبت عليهم كسرتهم. بقول لك ايه يا وليه انتي، اوعي تفتحي بقك ولا تتكلمي معايا، اقسم بالله اخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكي. اللي انتي بتقوليه ده يا زهراء، وايه الطريقه اللي انتي بتكلميني بيها دي؟ المفروض ان انتي استلفتي مني حاجه سليمه ترجعها لي سليمه. تصدقي بالله ان انتي ست قللت الذوق وست كمان بتردحي وعايزه تفرشي لي الملايه؟ صحيح انتي لازم راجل يكسر دماغك، وانا لما يجي الاستاذ سالم هشتكيكي ليه واخليه يكسر دماغك كمان ويقطع لسانك الطويل ده. ها ايوه يا حبيبتي، لما يجي سالم قوليله واللي في ايدك انت وهو اعملوه. ولسه زهراء بتردح لها لقت الحاج زهدي حماهم داخل بيقول: تعالي يا لبنى يا بنتي، حقك عليا وانا هصلح لك كل اللي اتكسر. تعالي يا بنتي، والله العظيم ما هتنامي الليله زعلانه، ولازم الاجهزه اللي اتكسرت دي انا اللي اخدها واصلحها وعلى حسابي كمان. انها نزلت تحت في شقه حماتها وقعدت تعيط وحطت الاجهزه بتاعتها قدامها، وحماها بطبطب عليها وطلع فلوس واتصل على واحد يجي ياخد الاجهزه ويديها له. طبعا زهراء كانت واقفه على السلم وبتلمع اوكر، وسمع حماها وهو عمال يطبطب على لبنى وقال لها انه هيصلح الاجهزه على حسابه. دخلت عليهم زهراء وهي بتقول: يا راجل حرام عليك، هو انت عمال تطلع في فلوس وتديها؟ هو انا كمان مش مرات ابنك ولا ايه؟ والتلات بنات اللي فوق دول مش بنات ابنك؟ مفروض تصرف عليهم زي ما بتديها، وزي ما انت بتديها تصلح الاجهزه لازم تجيب لي تلات اجهزه زيهم، هو ده العدل؟ يا راجل يا ظالم حرام عليك. اخرصي يا بنت انتي، تصدقي بالله ان انتي بنت قليلتي الادب. انا راجل ظالم؟ المفروض ان انتي اللي تصلحي الاجهزه دي على حسابك، لان انتي اللي بوظتيهم، والمفروض ان جوزك يكسر دماغك على قله ادبك. انما هنقول ايه؟ ما هو جوزك ما هوش قادر عليكي. ايوه يا اخويا ما هوش قادر عليا، عارف ليه؟ علشان انا اقدر اتطلق منه واسيب له بناته يتشردوا في الشوارع. انا صحيح مخلفه ثلاث بنات، بس العيب مش مني، العيب من ابنك. الدكاتره بتقول ان الراجل الخايب هو اللي بيخلف بنات، وانا اقدر اتطلق من الصبح واتجوز ست سيده، ولو ما سمعش كلامي اخلي اخواتي يكتفوه كده ويديله علقه يرجعوا عقله في دماغه تاني، ولازم يسمع كلامي ويمشي على هوايا، وكلكم لازم تمشوا على الهوايا. ولعلمك بقى يا حاج زهدي، ابنك سالم ده لو قشرت له بس انا بطرف اصبعي اخليه يسيب البيت ده ويرميكوا وياخد لي بيت بره كمان. والله كتر خيرك يا بنت الاصول، اتفضلي اطلعي شقتك فوق لحد لما يجي جوزك ويبقى حسابه معاكي عسير. زهراء كانت طالعه على السلم عماله تبرطم، لكن فجاه شافت جوزها قدامها وهو بيقول: كتر خيرك يا زهراء، كتر خيرك يا بنت الاصول، يلا انا بحبك وبحترمك وبقول عليك مراتي وام بناتي وسندي لو الزمن ملبية كده. يا زهراء بتعايريني ان انا خلفتي بنات؟ شكرا يا بنت الاصول. وبتعايريني وبتعايري ابويا ان انا بحبك وبسمع كلامك؟ بتهددي ابويا يا زهراء ان انت ممكن تحكمي عليا انك تاخديني برا البيت؟ هو لو رفضت اخواتك يدوني علقه؟ اخصى عليك يا بنت الاصول. عموما يا زهراء انت من النهارده متي بالنسبه لي، عايزه تتفضلي تقعدي في شقتك تربي البنات فقط، انما انا راجل ومن حق اتجوز مره واتنين وتلاته، ويمكن ربنا يديني الولد اللي يكسر نفسك يا زهراء. لو عايزه تتطلقي اتفضلي وروحي على بيت اهلك وخلي اخواتك يكلموني وشوفي ليكي حق ايه وخديه على داير مليم. انت من النهارده يا زهراء ما انتيش مراتي ولا ليكي اي حقوق عندي غير لما تعقلي وتتادبي وترجعي عن اللي بتعمليه. يلا يا بنت الناس اطلعي شقتك واهلك هيعرفوا كل اللي حصل. زهراء ما كانتش مصدقه ان جوزها سالم سمع كل حاجه، فضلت تطبطب عليه وتقول: ايه يا سالم انت فهمت ايه؟ والله العظيم ابوك وامك، ابوك وامك والحربايه مرات اخوك هما اللي قعدوا يضغطوا عليا ويضغطوا على اعصابي علشان اقول الكلام ده. انا بحبك يا سالم، هو انا ليا غيرك وغير بناتي؟ حرام عليك يا سالم، حرام عليك تكسر نفسي. تعالى يا سالم تعالى نسيب بيت العيله ونمشي نقعد في اي حته بره، انا مش يلزمولي ولا عايزه منهم حاجه. مش قلتلك ان ابوك وامك دول ظالمين وبيحبوا اخوك اكتر منك؟ كفايه بقى كفايه بقى يا عقربه،
كفاية بقى ان انت تحطي السم في العسل، كفاية حرام عليكي، انت بتحقنيني بجرعات، جرعات سم وغيرة وحقد على اخويا محدش يستحملهم. ابويا عمره ما كان ظالم، واخويا كمان عمره ما كان استغلالي، ولجنة مرات اخويا اللي انت غيرانة منها دي لمجرد ان هي احلى منك ولا لسه عروسة جديدة، احنا ما شفناش منها حاجة. وانا على علمك سمعتك انت وسوزان اختك وانتوا بتتفقوا تبوظي لها الاجهزه الكهربائيه بتاعتها، وعمال اصلي وادعي ربنا واقول ربنا يهديك يا زهراء، واقول هتعقل ومستحيل تعمل كده. تصدقي يا زهراء ان انا كنت ناوي اخدك النهارده واشتري لك اجهزه كهربائيه جديده زي اللي عندها، وعايزه اقول لك ان ابويا مديني فلوس وقال لي اشتري لمراتك هدوم جديدة عشان ما تبقاش العروسة عندها هدوم جديدة ومراتك لأ. ابويا اللي انت عمالة تهزقي فيه على السلم، ابويا الراجل الكبير الكبار المحترم اللي عمر ما حد كلمه ولا عمر ما حد قال له انتلت التلاتة كام، تيجي واحدة قذرة وعيلة زيك تهين ابويا. اطلعي شقتك يا زهراء واعملي في حسابك ان انا هاكل وهشرب وهنام تحت عند امي لحد لما اتجوز، وزي ما قلتلك يا بنت الناس عايزه تتطلقي انا ما عنديش مانع. طلعت زهراء شقتها وهي بتحاول تبين للكل انها عادي خالص ولا فارق معاها، وتمر الايام وسالم ببات وياكل ويشرب عند امه تحت، ولبنى ربنا اكرمها وحملت وولدت. وفي يوم البلد كلها سمعت زغاريت ان سالم بيتجوز. طبعا زهراء النار كانت بتاكل فيها ومش عايزه تتطلق، لان اخواتها قالوا لها اقعدي ربي بناتك، مين هياخدك بتلات بنات. بتكلم اختها سوزان في التليفون وتقول الحقيني يا ست سوزان، الحقيني يا اختي في فكره جهنميه من افكارك، الراجل راح اتجوز عليا عشان يكدني، هو انا قاعده يا اختي زي شوال البصل ولا بعمل حاجه ولا محتاجه، يمكن شوال البصل فيه فايده عني كمان، هعمل ايه بقى انا في العروسه الجديده، هلاقيها من لبنى سلفتي ولا من ضرتي؟ اتكلمي بقى يا سوزان، اتكلمي وقولي اعمل ايه. والله ما عارفه يا زهراء يا اختي اقول لك ايه، سالم جوزك ده اتغير، الراجل بعد ما كان طيب وعبيط وعلى نياته وبيخاف منك وبيعمل لك الف حساب، اتقلب 180 درجه زي ما يكون يا اختي واخد حبوب الشجاعه. بس ارجع واقول انت اللي زودتيها، وزي ما تكون يا اختي البت لبنى دي مصليه يا اختي وضامنه جنه، البت كل ما نعمل لها اي حاجه علشان يعني نوقعها في شر اعمالها البت تطلع منها زي الشعره من العجين، هنعمل ايه؟ بقول لك ايه يا زهراء يا اختي، انا دلوقتي كل اللي اقدر اقوله لك ان انت عيشي واستحملي، اخواتك بيقولوا ان انت حربايه ومفيش واحد فيهم هيفتح لك بيته، علشان نسوان اخواتك كلهم بيقولوا ان انت خربت بيوت، ولو اتطلقتي ورجعتي بيتنا هتعملي مشاكل كتير. خليكي يا حبيبتي عايشه واستحملي، اللي اقدر اقوله لك ان انت جر ناعم مع جوزك عشان على الاقل خالص يقسم الايام ما بينك وما بين ضرتك. ايه ده يا سوزان يا اختي، هو ده اللي انت قدرتي عليه؟ طيب انا بقى مش هفضل اكل وهري في نفسي كده، والله العظيم لا هعمل لهم مقالب تطلع من دماغهم، واخلي الست لبنى دي اول واحده تتطلق وتسيب البيت وتمشي، ومن بعدها ضرتي لازم افوق لها كده، واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليها. وتمر الايام وزهراء بتعمل مقالب من تحت لتحت، وكل شويه تقول فلانه بتخبط عليا، فلانه بترشلي عمولات، المهم اللي محدش كان بعبرها ولا بيسمع كلامها. وفي يوم الحاجة مديحة قعدت مع سالم وقالت له بقول لك ايه يا سالم يا ابني، انا عايز اقول لك كلمتين وانت برضو لازم تفكر فيهم، انت راجل مسلم يا ابني ومؤمن وعارف شرع ربنا كويس قوي، انت كده يا ابني رامي زهراء فوق في الشقة حتى ما بتبصش في وشها، طب ده انت بتبعت المصاريف مع البنات وهي برضو يا ابني ست وصغيرة ولها متطلبات خاصة وزمانها غيرانة ان انت متجوز عليها واحدة جديدة، انت عملت اللي في دماغك واتجوزت، يبقى يا ابني تقسم الايام ما بينهم بعدل ربنا وتطلع برضو وتقعد في وسط بناتك، بصراحة ربنا يا ابني هو ده العدل، يا اما كده يا اما تطلقها وتسيبها تروح لحال سبيلها وتتجوز واحد تاني. بصراحة ربنا يا امي انا كنت ناوي اطلقها، وكلمت اخوها
اخوها بنفسه اللي تحايل عليا وقال لي خليها قاعده في بيتك. تصوري يا امي، اخوها قال لي لو طلقتها خليها قاعده برضو في الشقه تربي البنات. الكل عارف ان زهراء حربايه وبتاعت مشاكل، والكل عارف ان هي كمان لو رجعت لبيت اخوها هتطلق مراته. انا بقى يا امي مروق دماغي منها، بس بصراحه كده انت عندك حق، انا شايف كسره نفسي في وش البنات مش قادر استحملها. هو بصراحة برضو تربيتها للبنات مش عجباني. البت جانا بقت تنزل تتصنف عليا وتسمع بتكلم في ايه وتروح تقول لها. هنعمل ايه؟ هي العقربة دي هتربي برضو خلفة صالحة؟ عشان كده يا امي انا هسمع كلامك وانفذه. انا هقسم الايام ما بينها وما بين مراتي الجديدة، والتلات ايام بتوع زهراء حاول ابقى موجود معاهم على طول في البيت، على الاقل حتى اصلح اللي اتكسر في بناتي. ربنا يكملك بعقلك يا ابني، وربنا يهديها لك قادر يا كريم يا رب العالمين. طب قوليلي بقى يما، العروسة الجديدة حلوة معاكي ولا لا؟ بصراحة ربنا يا ابني ما شفتش منها حاجة وحشة، دي هي ولبنى سمنة على العسل، ولبنى ربنا يصلح حالها مش مخلياني عايزة حاجة، ومراتك الجديدة كمان زي العسل. ربنا يا ابني يبارك لك فيها، وربنا يهدي لك زهراء يا رب. يلا يا حبيبي ومطلع كده خد بناتك في حضنك وراضيهم عشان ربنا يوسع رزقك. زهراء كانت فرحانة جدا برجوع سالم ليها. هو صحيح رجع وقسم الأيام ما بينهم وبقى بيبات عندها 3 أيام، لكن اللي في القلب في القلب، سالم كان مفتح ليها وما كانش بيديها أي فرصة تتكلم فيها عن أمه أو أبوه أو لبنى أو حتى العروسة الجديدة. وطبعا زهراء ما كانتش مريحة نفسها، وللأسف كان نفسي أقول لكم نهاية سعيدة وأقول لكم إن زهراء اتغيرت، لكن اللي زي زهراء عمرها ما بتتغير. قولولي أنتوا بقى عندك كام واحدة في حياتك زي زهراء كده، لا بتريح روحها ولا بتريح اللي حواليها؟ مين فيكوا ليها سلفة كده بتخترع المشاكل ولا بتقوم جوزها على أم وأبوه؟ أنا شفت في حياتي أمثلة كتير قوي زي زهراء كده، وبنقول يا رب يهديهم، لان بجد الراجل اللي بيسمع كلام مراته وقطع اخواته ولا امه وابوه نهايته بتبقى وحشة، والست دي ما تعرفش ان الزمن هيلف وهيدور بيها، وفي يوم من الايام هتبقى حما وهتيجي مرات ابنها اللي تخلي ابنها يقطعها وتشم ريحة الاكل في بيت ابنها وما تقدرش تدوقه ولا حتى تطلبه. خلصت حكايتنا الجميلة، وبجد بشكر جدا الكاتبة ريهام بدوي على الموضوع الجميل ده انها اثرته للجدل، وطبعا مستنية اراء الستات الحكيمة في الموضوع زي ما احنا متعودين. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، ويا رب كمان ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق الجميل منكم علشان القناة تكبر بيكم وجيش مروة يكبر ويكبر. يا رب دايما نتجمع في الخير ونتجمع في موعظة حسنة. دمتم في حفظ الله.